ملك الغلاقة وفي يده عطا سيفا يغلب أعداء بإثوب مركوريوس أخذ سيفا من نار ليهلك الأشرار ويذكر الرب الدبر بإثوب مركوريوس أمسك السيف اللامع وهو فرح خاشع وصار صيت شائع بإثواب مركوريوس صار قدام العسكر بعلامة بستغرس ومضى الحرب البربة بإثواب مركوريوس لما نظر سيف الولو قد أعانى مركوريوس حتى صار بأسلوفوروس قمر يسير في ركابك يعطي شكرا لأصنامك فلم يخشى طغيانك بإثواب مركوريوس ومضى بكل سرور إلى العاتي المغرور وصار قدام الجمهور بإثواب مركوريوس كان عبد لإيسوس سيد القوي بخريستوس محيي كل أرواح ونفوس إثواب مركوريوس صار الملك وحدر وأمر قدام الحضر بهلاك البطل المختار بإثواب مركوريوس أمر العسكر بأحضر شعل ملتهبة بالنار توضع على جنب البر بإثواب مركوريوس ففحم جسد كفور وكثير من العطور وكان قلبه مصر بإثواب مركوريوس نال عذابا مرا بين الوزراء والأمراء وحرسه في كل مرة ميخائيل بأنجيلوس خزى دكيوس والكفر وكتبوا قضية متفقة تؤخذ رأسه بالمرة بإثواب مركوريوس وقف المسيح بجواره في ساعة استشهاده فبيضت عظامه بإثواب مركوريوس صارت مثل البلور وهي تسطع بالنور وفحم منها البخور بإثواب مركوريوس 25 هاطور فاز الشاهد بأكله من قتله ومضى لمواطنهم بإثواب مركوريوس صاحت الملائكة في الفردوس أكسيوس 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 في من ريت مارتيروس إثواب مركوريوس تفسير